وقبل ذلك الطريق السريع بين جهتي جلميم وادنون والعيون الساقية الحمراء افتتح في وجه السير قبل نحو أسبوع ليصبح محور تيزنيت الدخلة على مسافة 1055 كيلومتراً شبه مكتمل. هذه البنية الطرقية ستساهم في تحسين الربط بين جهات المملكة شمالاً وجنوباً، كما ستساهم في تعزيز التجارة. لتسليط مزيد من الضوء على هذا الورش الطرقي الضخم ينضم إلينا مباشرة عبر تقنية سكايب السيد مبارك فنشا مدير المؤقت لتهيئة الطريق الوطنية تيزنيت الدخلة. أهلا وسهلا بك سيدي. إذن افتتح الطريق السريع بين جهتي جلميم وادنون والعيون الساقية الحمراء، ما هي أهمية هذا المقطع تحديدا؟ أهلا وسهلا، شكرا على القناة الثانية على الاستضافة للتواصل حول هذا المشروع، مشروع الذي يكون عنده واحد الإضافة مميزة وإضافة كذلك يعني كبيرة للبنية التحتية، ليس فقط في المملكة ولكن في المملكة وخاصة في المناطق الجنوبية. مشروع ضخم وطموح ومهيكل، كان ثمرة رؤية استراتيجية ملكية، ذلك كان في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. تكلفة كبيرة، يعني مشروع كبير بطوله وتكلفته وب يعني حجمه ومكوناته وتصميمه والمنشآت الفنية والإمكانيات التي رصد كل هذا، يعني الأهمية ديال هذا المشروع كتجعل وزارة التجهيز والإنماء تحرص كل الحرص على إنجازه بالجودة والاستدامة المطلوبة وبكل صرامة. المشروع يتكون من ثلاثة المحاور الرئيسية: تيزنيت جلميم، جلميم العيون، والعيون الداخلة. مشروع تيزنيت مشروع يعني انتهت الأشغال منذ مدة بين العيون والداخلة، لأن هذا المحور في 500 كيلومتر تقريبا. الأشغال كذلك في طور نهائي بين تيزنيت وجلميم، والمحور اللي تكلمت عليه بين جلميم والعيون اللي الطول ديالو كيبلغ 441 كيلومتر، التكلفة ديالو تقريبا 6 مليار ديال الدرهم إذا أخذنا بعين الاعتبار الجسر اللي ينجز في الطريق المدني لمدينة العيون. فهذا فتح قبيل يعني عيد الفطر وقبيل هذا يعني موسم الصيف، لأنه كتزيد حركة السير، وذلك حرصا من الوزارة على سلامة مستعمل الطريق. وبطبيعة الحال انتهت الأشغال يعني بمضاعفة يعني بتقليص الأجل، وذلك بمضاعفة الآليات والإمكانيات كلها باش نقلصوا أجل يعني ديال هذا الإنجاز. وفتح الحمد لله وكان له أثر كبير جدا إيجابي على سلاسة حركة السير في هذا المحور الكبير اللي هو محوري كيربط بين جوج المدن جلميم والعيون. إذن افتتح سيدي محور جلميم العيون قلتم على مسافة 441 كيلومتر. طريق السيار أو طريق سريع عفوا تيزنيت الداخلة يمتد على 1055 كيلومتر، أين وصلت بذلك نسبة تقدم أشغال الطريق ككل، الطريق تيزنيت الداخلة؟ الحمد لله اليوم رغم الإكراهات اللي كنا تكلمنا عليها في مناسبات ويمكن تكلموا عليها، رغم الإكراهات الطبيعية والترمون والحرارة والملاحة إلى آخره، الحمد لله اليوم الأشغال تجاوزت، الأشغال فينا في طور النهائي ديالها تجاوزت 97%، مما كيعطينا واحد الطول ديال أكثر من 980 كيلومتر. اليوم فتحت لحركة السير و15 مشاة فنية كذلك فتحت لحركة السير. إذا هذا الشيء باش اللي يمكن اللي نقول أنه هو كل الجهود يعني بديلت باش يعني ان شاء الله ننتهيوا من الاشغال قبل ما تنهي السنه ان شاء الله بحول الله. كيبقى الاشغال في تقريبا واحد جوج المقاطع بين جلميم وتيزنيت اللي هي كتمر بواحد يعني المسار ديال الجبال الاطلس الصغير، وفيها يعني خصوصيات كبيره جدا اللي ان شاء الله احنا كنعملوا جاهدين حاليا مع الشركات اللي كتشتغل وكاتب الدراسات والشركاء باش ان شاء الله تاليا ان شاء الله تنتهي بالاشغال قبل ما تتم السنه الحاليه. طيب سيد فنتشا،
ما هي الأهمية الاستراتيجية لو نذكر بها لهذا الشريان الحيوي تيزنيت الدخلة، كيف سيكون وقعه على الجهات والمناطق التي يعبرها ويربط بينها، وكيف أيضا من المتوقع أن يكون وقع على التجارة، خاصة وأن نعلم أن هذه المناطق الجنوبية للمملكة هي البوابة نحو إفريقيا؟ أهمية استراتيجية كبيرة، لأن أهمية الأولى هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الجنوبية. هذه هدف استراتيجي كبير جدا على امتداد يعني العصور المستقبلية، زيادة على الربط ديال الجهات والربط ديال الأماكن ديال الإنتاج والتصدير، وكذلك خاصة عمق يعني هدف استراتيجي كبير لربط المملكة بعمقها الإفريقي. إذا هذا الربط هذا كذلك فهو مهم جدا، وهذه يعني هذا المحور كياتي في اطار يعني واحد الرؤيه مندمجه كبيره للبنيه التحتيه الاخرى التي تنجز في الاقاليم الجنوبيه، وكذلك ربط المملكه بعمقها الافريقي. كان كل ذلك يعني اهداف كبيره جدا، وانتم كتذكروا ان هذا المحور كان عرف 2014 وقبل انقطاعات ومشاكل كبيره جدا. الحمد لله هذا الشيء ما غيبقى دابا في هذا المحور الموكل اللي فعلا غيكون يعني محور ويعني بالمواصفات الدولية كما جاء في الخطاب الملكي السامي. شكرا جزيلا لك سيد مبارك فنشة، مدير المديرية المؤقتة لتهيئة الطريق الوطنية تيزنيت الدخلة، كنت مباشرة معنا عبر تقنية سكايب.